بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا النهاردة لآخر رحلتنا مع النبي. النهاردة آخر يوم في حياة النبي، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله فترة مريض وبيمرض في بيت عائشة، لكن النبي النهاردة حس بشوية نشاط، وكان المسلمين بيصلوا برا في المسجد، فأزاح النبي الستار عشان يبص على المسلمين وهم بيصلوا خلف سيدنا أبو بكر الصديق، وابتسم النبي وفرح بمنظرهم وهم واقفين مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم حس إن هو قادر يقوم، فبدأ يدخل المسجد وبدأ الصحابة يرتبكوا، يعني النبي داخل وهم بيصلوا، وسيدنا أبو بكر وهو الإمام حس بحركة فبدأ يوسع لرسول الله، فالنبي أشار له خليك مكانك وكمل سيدنا أبو بكر الصديق. وفي اليوم ده النبي خطب آخر خطبة ووصل آخر رسالة للأمة كلها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيقول دلوقتي ملخص منهجيته في نهاية رحلة حياته. النبي بدأ يقول أيها الناس بلغني أنكم تخافون علي، أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا ولكن موعدكم معي عند الحوض. الكلام ده مش الصحابة بس، الكلام ده لكل واحد فينا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلوقتي بيوصل لك خلاصة الخلاصة اللي عايزك تعيش بيها بقية حياتك. النبي بدأ يقول والله لكأني أنظر إليه من مكاني هذا، أنا شايف الحوض من دلوقتي، المكان اللي هقابلكم عنده، اللي هستقبلكم عنده، اللي هاخد بإيديكم عنده. أيها الناس ما أخشى عليكم الكفر ولكني أخشى عليكم الدنيا، فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. حكمة محتاجة تحط حلقة في ودنا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. آخر كلام النبي بيقول حافظوا على الصلاة، ما يعديش يوم من غير ما تصلي الخمس صلوات. دي آخر رسالة من رسول الله قبل ما ينتقل للقاء رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما ينفعش تبقى عايش وصلاتك بتضيع منك، لو في حاجات تانية بتضيع بس لو سمحت الصلاة ما تضيعش. فالنبي اتكلم عن النسك، قال رمز النسك في الصلاة لأن دي أهم حاجة عند رسول الله. وبدأ النبي يقول أيها الناس اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. والنبي بيتكلم دلوقتي عن المعاملات، فأهم حاجة عند النبي في المعاملات حسن التعامل مع النساء، سواء مراتك ولا بنتك ولا أمك ولا أختك، اتقوا الله في النساء. بدأ النبي يقول أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. محدش فهم إن سيدنا محمد قصده نفسه غير سيدنا أبو بكر الصديق، فقام سيدنا أبو بكر الصديق وقال فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا، فالناس بصوا لسيدنا أبو بكر أنت إزاي بتقاطع النبي؟ فقال سيدنا أبو بكر دعوه ما منكم من رجل كان له عندنا فضل إلا كفأناه بها، إلا أبا بكر لم نستطع مكافأته. أبو بكر ليه مقام تاني، أبو بكر في حتة تانية، لأن كان بيعمل أعمال محدش كان بيعملها. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي آواكم الله. الدعاء ده مش الصحابة بس، اسمع الدعاء ده من رسول الله ليك. آواكم الله، حفظكم الله، ثبتكم الله، أواكم الله، نصركم الله. وبدأ الرسول يبعث رسالة خاصة لنا احنا، بلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة، وصل لهم الرسالة دي. أنا عايزهم يبقى عارفين إن أنا فاكرهم، إن أنا آخر حاجة هقولها قبل ما تنقل للقاء رب العالمين إن أنا هسلم عليهم، إن هم غاليين عليا، إن هم كانوا في بالي، إن منهجيتي وحياتي كنت أقصدهم. ما كانش الموضوع للصحابة بس، بالعكس هم كانوا في بالي وجزء من حياتي ومن أغرى الناس عندي.